السلام عليكم أصدقائي متابعين قناة مستر كريبتو. 4 دقائق فقط تفصلنا على بداية محضر فيدرالي الخاص بالسوق المفتوح. رح يبدأ هذا المحضر ورح يتكلم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خططه للعام القادم وعن خططه بالنسبة للفائدة وبالنسبة للتضخم. هل رح يتم رفع الفائدة أو تخفيض نسبة الفائدة؟ هذا اللي رح نعرفه بعد الاجتماع. شو رح يتكلم فيه رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي؟ رح يأثر على سوق الكريبتو. إذا كان تكلم بإيجابية رح يكون السوق إيجابي، وإذا تكلم بالسلبية رح يكون السوق سلبي. حاليا سوق الذهب وسوق العملات المشفرة بحالة نوعا ما من الركود، ما في عندي أي تحركات كبيرة، السعر عم يتراوح بمكانه طول اليوم. لهيك ممكن هذا القرار يأثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة وعلى سوق الفوركس. حاليا بيتكوين عند تريند هابط مهم وعند دعم سفلي مهم. عندي دعم 28800 هو الدعم الأهم. إذا فقدنا هذا الدعم راح نتوجه بهبوط كبير، ممكن نتوجه لمناطق 25000 دولار إلى 28000 دولار. ممكن إذا كان عندي هبوط قاسي نتوجه لمناطق 27300 إلى 27500. لكن في حال الصعود راح يكون إذا كسرنا مناطق 29500 وأقفلنا شمعة يوم على هاي المناطق وتوجهنا مرة تانية لمناطق ما بين 31500 إلى 32000 دولار. بهاي المناطق لازم نكسر الترند الهابط، نقفل فوق بجمعة يوم، ننطلق مرة تانية لقمم جديدة سنوية. في عام 2023 ممكن ننطلق نتواجه لمناطق ما بين 35000 دولار إلى 33000 دولار في حال كسرنا الترند الهابط، وممكن نتوجه لمناطق 27000 دولار في حال كسرنا الدعم القوي اللي نتركز عليه واللي عم نفشل لإطلاق أسفله من تقريبا مدة وقدرها 24/6. من تاريخ 24/6 عم نفشل بالإغلاق أسفل هذا الدعم، وكل مرة عم نلمس هذا الدعم عم نرجع نرتفع مرة تانية لمناطق 29500. حاليا بيتكوين في منطقة حرجة جدا، والذهب كذلك الأمر في منطقة حرجة جدا. رح يتأكد حركة البيتكوين والذهب بعد القرار اليوم. عندي كمان على الذهب دعم وترند هابط. في حال تكلم بالإيجابية للدولار رح يصير عندي هبوط للذهب، في حال تكلم بسلبية للدولار رح يصير عندي ارتفاع للذهب. هدفي على الذهب هو مناطق 1940، وهدفي على البيتكوين هو مناطق 29500 إلى 30000 دولار. البيتكوين حاليا أنا بتوقع صعود قوي بعد كسر الترند على فريم اليوم، والذهب كمان عندي صعود قوي. إذا كسرنا مناطق 1910 وأقفلنا على هاي المناطق هنتوجه تلقائيا لمناطق 1940. أصدقائي هو وصلنا هذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بقناة وتفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك الجديد في عام المترقمي. مع السلامة، دمتم بخير.